فن صناعة الأبناء للدكتور موسى الجويسر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هتكلم عنه دراسات علمية موثقة ومكتوبة في كتب ومصادرها موجودة اللي حب يطلع عليها، لكن أنا هنتقلكم شغلات عملية، حندش على طول بالشغلة العملية، راح نعطي شوية شغلات عملية عشان الناس يعرفون إن الأمر بالفعل ممكن نسويه. القضية مو كلام حلو، مو بس يعني أنا وطيب خاطركم أضحك ببيها ومثلا أقول، لا، في حقائق عملية حنمشي عليها واحدة بواحدة، فأبيكم تمشون معي واحدة بواحدة. إحنا بنغير أولادنا؟ نعم. إنزين، شنو صفات الابن اللي إحنا نبيه؟ مو أنا ما أقدر أغير شيء بدون ما يكون عندي هدف. أول شيء أحدد الهدف، شنو الابن اللي أنا أبيه؟ شنو مواصفاته؟ أكلمكم عن مواصفاته. أهم شيء في الابن اللي أنا أبيه أن يكون سليم العقيدة، أول وأهم شرط، لأن لو كانت عقيدته غلط دش النار، وذمته غلطة ذمتك أنت، أنك أنت أبوه، أنت اللي تربيه، هذا أول وأهم واحدة فيهم. أن الأبو وين راح تعلم الدين؟ منك أنت. تتخيل ولدك يعبد صنم؟ تتخيل ولدك يعبد بقرة؟ ولا يعبد تمثال؟ تتخيل ولدك يعبد ممثل أو ممثلة؟ مغني أو مغنية؟ يعبد الكرسي اللي أنت قاعد عليه؟ هذا الموجود الآن يبيع دينه بعرض من الدنيا، ما يخالف، ايش فيك أنت؟ لا تصير حنبلي. هذا الكلام ما كنا نسمعه؟ هذا شلون تربى؟ ما كانت عقيدته سليمة، إذا حط أمام الدنيا باع دينه بعرض من الدنيا. مسلم بالنهار كافر بالليل، مسلم بالليل كافر بالنهار، هذا وصف محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام هاليومين اللي احنا عندنا. فنبي ولدنا سليم العقيدة، يشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الرازق الخالق القوي الحاكم هو الله، لا سين ولا صاد، لا فلان ولا علان، الله. وهذه أول وأهم قضية نضعها أمام عيوننا. ممكن ولدي يتعلم إنجليزي بس يظل مسلم، شو الفائدة تعلم إنجليزي وما عنده دين؟ شو الفائدة؟ احنا عندنا تقاتل ندخل عيالنا في المدارس الأجنبية، صح أبي ولدي التعليم الزين، لكن أنت نسيت ولدك مو تعلم إنجليزي فقط دينه، قص قصة الأمريكان وصار يقول لي هاي هاي وماي ويعكب حلقي والقصة مثل مايكل جاكسون هالشكل، تبون عيالكم الكلام؟ ترى القضية صحيحة، هذه احنا كنا نراها، الولد داخل فطرته صحيح لكن تعلم غلط. فأول شيء سلامة العقيدة، اثنين سليم الجسم، أنا بجسمه بصحة وعافية، الحمد لله احنا ما عندنا مشكلة بهذا الكلام، نغذيهم أحسن تغذية، نلبسهم أحسن لبس، نعطيهم أحسن فرش، هذا الأمر ما عندنا مشكلة فيه، بس أنا أحطه كأهمية، أنا بولدي سليم العقل، احنا عرفنا العقيدة بقى العقل، أنا بولدي فكر صح. قد يبدو الكلام مو واضح لكثير من الناس، لكن لو بسألكم سؤال، باش لو ولدك توهق بشغلة شو يسوي؟ العادة يسألك، يسأل أمه، طيب إذا لا أنت موجود ولا أمه موجودة شو راح يسوي؟ راح يحوس. اللي احنا نقولها بلهجتنا العامية، الولد ما علمنا سر ريال، ما علمنا يعتمد على نفسه، ما علمنا يفكر حتى يستطيع أن يتخذ قرار، وهذا يخلي ولدي لما يتزوج لا يزال ياهل، نعم عمره 30 سنة لكنه ياهل، اللي احنا نقول رقلة للحين ها، لأن ما علمنا كل ريال، أبهاتنا ما سوى كذي معانا، كانوا يعلمونا كل ريايل ما احنا صغار نتخذ القرار، نعم كانوا يشعمونا وكان بس كانوا يعلمونا كيف أنت تصير ريال وتعتمد على نفسك. وفي النهاية لما تزوجنا الحمد لله، شوفوا الشباب اللي قدام كثير منهم 20 سنوات طويلة ما في طلاق، تعال شوفوا الجيل الحديث الآن، من أسبوع زعل معاها روح أنت كذا، أي زواج هذا ينتهي بزعل، أنت ما قدرت تتحمل منها كلمة، شو تعيش معها بقية عمرك؟ لا الولد متربي أن يكون ريال ولا البنت متربي تكون امرأة، الزواج بالنسبة لهم لعبة رحلة، كذي علمهم أبوهم أمهم، كنا نعتقد أن هذا النبي، لا نبيهم سليمين العقل، نبي ولدنا سليم السلوك، يعرف كيف يتصرف، يعرف كيف يسلم على الناس، كيف يطلب الحاجة، هذه شغلة مهمة جدا. تتوقع ولدك يصرخ عليك قدام الناس؟ أحد الشباب كان يقول لي صدق فلان ولده بغي حاجة يحذفها بالنعلة، وأبوي طالع ويضحك، كان مستغرب منها جدا، الأبو من شدة حنانه على ولده كان يغمض عيونه، إيه ما يخالف ياهل، أنا عيني وعن راسي ياهل، بس أنت علمته غلط، هل هذا السلوك صحيح؟ باشر قاعد في الديوانية ما أحد ما رد عليه فسخ النعال عزكم الله حذفها فيه، من فيكم يرضى فيها؟
لازم نعلم السلوك الصحيح. عمك يا تقوم تسلم عليه، الصغير يسلم على الكبير، عزه احترمه، عيب يا حبيبي هالكلمه هذه، اذا بغيت هالشكل كذي تسوي، هذا السلوك الصحيح. نبي ولدنا هالشكل، ابي ولدنا سليم التعليم. وهذه مشكله عندنا، احنا نعتقد ان التعليم في اللغه الانجليزيه، وصرنا نركض وراء اللغه الانجليزيه حتى نسينا احنا منو. انا ما يهمني ولدي ما يحفظ القران، لكن ما يعرف انجليزي تنقلب الدنيا. واسال السؤال، هل اللي تعلموا انجليزي كلهم زينين؟ انا ما اقول الانجليزي مو صح، الانجليزي صحيح من العلوم اللي لازم اتعلمها ولازم ولدي يصير قوي فيها، حاجه الزمان الحين هالشكل، يتعلم انجليزي ويتعلم فرنسي ويتعلم الماني، بس يظل ولد اصل. هذا اللي احنا نبيها. زين، هذا واحد. اثنين، ايش احنا شلون نتصرف مع اولادنا في حياتنا العادي؟ ايش يعني نتصرف العادي الطبيعي اللي حذكر لكم اياها بعض امثله للسلوك الطبيعي. هذا ما هو خطا، اللي حذكر لكم اياه ما هو خطا، هو صحيح، لكن اذا احنا ما استخدمناه وقصدنا فيه شغله ايجابيه تصير سلبيه. بمعنى احيانا الولد هنا زعلان، اقول انت ليش زعلان؟ والله المدرسه واجباتها كثيره. زين، انا داخلك مدرسه زينه، لازم تصير واجباتها كثيره، ولا شلون تصير شاطر؟ انت مالك حق تصير زعلان. فالولد يشتكي لي همه، وانا شو اسوي؟ ارفضه. يسمونه اسلوب الرفض، هذا ليس بخطا، لكن احنا ما احسننا استخدام الاسلوب هذا. كنا الاسلوب مثل هذا اعطانا نتيجه سلبيه، او والله يبا مدسي واجبات عليه كثيره، عندي حساب وعندي علوم وعندي فيزا وعندي وعندي. يا ولدي عشان باكر بصير ريال لازم يصير هالشكل، كذي الله خلق الدنيا. يسمونها رده العلم، رده الفلسفيه، افلسف الامور، الله خلق الدنيا هالشكل، كذي الواقع مالنا. لازم توسع صدرك يا ولدي، لازم تتحمل. ايضا ولدي يشتكي وانا افلسف له الامور، او الولد مثلا المدرس طقاه، اقول اكيد انت شيطان، انت تعرف ما تسوي، باكر الصبح تروح للمدرس وتعتذر له، طقاني، لازم تروح له تعتذر له، انصحه اوجهه. ايضا هذا اسلوب صحيح، لكن شنو النتيجه؟ ولدي يشتكي لي وانا امره، ما سمعته، ما تفاعلت معه، ما وسع صدري عليه، امرته. او على سبيل المثال ييني يقول لي والله خلودي طقاني بالمدرسه، اقول له خلودي ما طقاك الا في شيء مهم، ما مستحيل خلودي يطقك هالشكل، لابد صار شيء في ظروف قاهره خلت خلودي يطقك. فانا ادافع عن ناس ثانيين، ما ادافع عن ولدي، ادافع عن ناس ثانيين. اسلوب الاسالب اللي نستخدمها، يجيني ولدي يقول لي بابا انا طحت في المدرسه دزاني خلودي جرح ديني، اقول له صدق قلبي وايد يعورني، مسكين انت، قلبي عيوني تدمع علشانك، اتحسر عليه، اتاسف عليه. بس ايضا هذا اسلوب احنا نستخدمه. او يجيني مثلا يقول لي شو اسمه، والله شو اسمه خلودي طقاني، اقول له لو ما انك شيطان خلودي ما طقاك. نكرر مره ثانيه، ولدي يشتكي وانا قاعد احاول احلل الامور تحليل نفسي. هذه أساليب إحنا نستخدمها كآباء، هي ما هي خطأ، هذه أساليب طبيعية. لكن لو تلاحظون كلامي كله، الولد اشتكى أكثر من مرة وإحنا تعاملنا معه بأكثر من أسلوب، ولا واحد فينا للحظة الحالية سأل الولد عن مشاعره، تقبل شعوره، زي ما إحنا نقول طيب خاطره. فالولد شي يحس؟ أبوي مو معاي، أنا بروحي. وهذا اللي خلى الولد يدش بدوامة الرفض العيلة، ويدش بسوامة العناد، وما له خلق أدرس، وما ذي الحكي هذا كله اللي الناس يتعبون منها، أولادنا ما يسمعوننا، أولادنا كاشتين فينا، الحكي هذا كله. والسبب في ذلك شنو؟ إني أنا أستخدم أسلوب طبيعي، هذا صحيح لكن ناقص، لأن هناك كثير من المعلومات ناقصتنا، ما فهمنا الولد هذا الطبيعي ماله كيف صاير. الحين خلونا نمسكها واحدة بواحدة، ندش بالمشكلة الصجية. عيالنا يعاندون وايد، أنا معاكم، عيالنا يعاندون وإحنا كنا نعاند، ولا نسيتوا؟ ما كنا إحنا نعاند أبهاتنا؟ بس أحد فيكم سأل ليش الولد يعاند؟ ليش الولد إذا قلت يا ولدي روح ذاكر ما نمذاكر؟ ليش؟ أنا أضرب لكم مثل على ولد محمد مدرستهم خوش مدرسة، يعني فيها ناس محترمين، يعني ما أحب المدرسة هذه، أنا ماني رايح لها. فسألته ليش يا حبيبي ما تحب المدرسة؟ شنو كله واجبات وايدة ما نقدر نلعب؟ وفعلا مدرستهم من دارت الشديدة عليهم في قضية التعليم، يبون يعلمونهم صح، ف
فشديدين عليهم في قضية التعليم. بس أنا أعرف ولد محمد، محمد ما يشتكي من كثرة المدرسة، من الدروس هذه كلها، صدق إنها ثقل عليه، بس مو هذا شكوته الحقيقية. أنا سمعت عدل وفهمت عدل وقعدت أمشي معاه، شو اللي مضايق خلقك يا حبيبي؟ إلى أن وصلت لمادة معينة. ضيقت خلقه من شنو؟ من مادة معينة، مو المدرسة، مو الواجبات، مو المواد، مادة معينة. كان أسأله السؤال، ليش المادة هذا ما تحبها؟ شو اللي فيه بالضبط ما تحبها؟ وإذا بيني أكتشف إن المدرس طاقه. طبعا المدرس ما طقه، لكن ولدي من النوع الحساس، مجرد انك تتجاهله يزعل على طول. طبعا هالشكل طبيعي، وهذا السلوك الطبيعي الفطري. المدرس ما كان يعرف هذا الامر اللي فيه، والمدرس ما قصد انه لما تعامل معه بهالشكل، وهذا اللي احنا حليناها بعدين. فالولد قصده شنو؟ اني انا ما احب المدرس لانه تجاهلني، لانه اعتدى علي بالنسبه له، وهذا اللي خلاه يرفض المدرسه كلها. الحين لو احنا تصرفنا بالاسلوب الطبيعي وفرضنا على ودنا قصب عليك الذاكر وقصب عليك باشر بوديك وقصب عليك وقصب عليك، هل تعتقدون الولد حيستجيب للدراسة؟ جابه طبعا لا. عشان كذا الولد من حق انه يعاند. ليش؟ لانه قاعد يعبر عن حق الطبيعي. انا اعتدي علي، انا اروح حق منه؟ اروح حق سندي. منو سندي؟ انت يا يبا، انت يا يمي، انا رايح لكم انتو، انتوا ما حميتوني، انتوا رديتوني ورديت الطراق طراقين وجبرتوني انزل كرامتي. المدرس طقاني، بدل ما اثر لي كرامتي اروح احب ريوله مثل ما احنا نقول، فنزلتوا لي كرامتي. فالولد يحس من داخل انه مكسور، الان يثور، الان يعاند، لانه يدافع عن كرامه جريحه. انا ما اتهم الاباء ولا اتهم الاولاد، انا قاعد اقول هذه المشكله اذا احنا فهمناها نحسن التعامل معها. اللي أنا سويته مع محمد إني فهمت المشكلة من بات، رحت المدرس، بس أنا ما زفيت المدرس ولا هوشته، لأن أدري إن المدرس ما يقصد شر، والمدرس برضه مضغوط، فقعدت أقول له بطريقة غير مباشرة، مثل ما إحنا نقول أزفه بطريقة غير مباشرة، مو قضية الزف، قد أنبهه، قلت له أنا أبي محمد يحبك، قال نعم أنا أحب الأولاد يحبوني، فقلت له إيش رأيك اشتري له هدية وتقدمها باسمك أنت. وفعلا هذا اللي صار، محمد كان يحب لعبة معينة، فرحت وسويت نفسي ما أدري وعطيتها المدرس، المدرس كثر الله خيره خذاه وقدام الأولاد أعطاه الهدية. من باكر الله إيش حالات المدرس، أنا أحب المدرس وايد. وانتهت المشكلة من واحد ما يروح المدرسة رغم أنها مدرسة ممتازة إلى واحد صار يحب المدرس وللحين يحب المدرس. الأمر أنا أعرض لكم خبرتي مو لأني أحسن منكم، بل لأني أنا تعلمت الغلط، أني أنا كنت أسوي غلط بدون ما أنتبه. إنزين ممكن تصير؟ نعم ممكن تصير، وانا اعطيتكم مثال عملي. الان نبي نعرف شلون نطبق العلم هذا. الحين احنا فهمنا انه في مشكله، احنا ما احنا قادرين نفهم اولادنا. طيب شلون نقدر نفهم اولادنا عشان نحسن التعامل معاهم؟ مو عشان اصنعه، لازم افهمه. اول شغله ابيكم تفهمون ان اولادنا، الاولاد او البنات، ناس بالغين مثلنا، ناس بالغين مثلنا، فرقهم عنا ان حجمهم صغير، هذا الفرق. بمعنى لا راية، لا فكرة، لا شخصيته، لا أسلوبه، يتفق معاي يختلف معاي، هذا أمر ثاني. لا يزال إنسان بالغ، يجب أن يحترم راية وتحترم خصوصيته ويحترم ذوقه حتى لو كان كلامه غلط، هذا راية. أنا لا أقصد من كلامي أني أنا أوافق على الخطأ، بل أحترمه. مثل ما احنا نقول أربي يكون ريال، هذه كلمة أبهاتنا قبل يقولونها، أعود إذا قال الكلمة يثمنها. ليش؟ لأن راية محترم، وإن قال كلمة صح غلط راح أحاسبه، لأنك ريال، هذه كلمة ريال وأنت حرمة عودة، كانوا أهلنا وايد يكررون إياها. هي الآن المبدأ العلمي، أن علم يصير ناضج أن رأيك محترم، كونك صغير لا يعني أن رأيك غلط، قد يكون رأيك صح. فلما نحسنها شكل الولد يتشجع أن يتفاعل معي، هذه واحدة. الشغلة الثانية، الكلمة اللي دائما كنا نواجهها مع الآباء ومع الأمهات، سواء كانوا يوني في العيادة أتكلم معاهم أو حتى في الدورات، كانوا يقولون كلمة دكتور إحنا بعيالنا هالشكل، أنا بولدي يصير دكتور، أنا بولدي يصير محامي، أبي ولدي يصير كذا. الأم تقول آه ولدي بيصير أحسن واحد، أنا أبي ولدي هالشكل. ولو تلاحظون كلمة أنا 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 متكررة في كلامي، أنا أبي ولدي هالشكل. أنت تبي ولدك يصير دكتور، ولدك يبي يكون دكتور؟ كان الناس يقولون ها ما أدري، أقول له صح، كنت ما سألته، عمرك وقفت ولدك وسألته إيش يبي يكون؟ أحد دكتور شو أسأله يبي يكون؟ ولدي ما بيكون بيطلع لعب كرة قدم، ولا بيطلع بنشرتشي، ولا يطلع ما أدري شنو، ما يبي،
ما يبي هذا حقه. لو أن كل ولد طلع مثل الأبو ما صار عندنا دكتور ولا مهندس ولا محامي ولا قاضي ولا مدرس. ما حد قال أن الولد لازم يطلع مثل أبو، ما حد قال هالكلام. ممكن الولد يطلع أحسن مستقبل، أنا هم أنا معاكم، لكن لابد أحترم رأيه، لأن هذه حياته، لأن هذه حياته، حياة ولدي مو حياتي أنا، لأن ولدي بالغ لكن حجمه صغير، إنسان بالغ حجمه صغير، لازم نحترم بهذه الطريقة. وهذه هي مشكلة اللي إحنا قاعدين نتفاهم مع أولادنا، نتعامل مع أولادنا أنهم أغبياء، أنتم ما تفهم، تكرمون، أنت حمار، أنت كذا. من اللي قال هالكلام؟ نعم ولدي قد تنقص الخبرة، أنا معاكم، لكن ما حد قال رأيه مو سديد. كلنا كان عندنا أولادنا، ما تتذكرون أحيانا أولاد يسألنا سؤال غريب ما نعرف الجواب عليه، أو يقولون لنا كلمة ما شاء الله شلون طلعها حمودي، شلون طلعتها مريومة، ما كنا نقول هالحكي هذا كله. إذا ولدنا عنده عقل يفكر، لكن على قده، لأن خبرتها على قده. بس إذا أنا احترمته بالطريقة هذه أعرف أتعامل معاه. إنزين، كلمة الآن الأبوية هذه هل هي خطأ؟ لا، ما هي خطأ. هذا اللي خلي الأب إنسان عظيم، اللي خلي الأم إنسان عظيمة. تضحية، أطلع لك من حشاشة تشوفي أعطيك إياها يا ولدي. اللقمة ما تهنب حلجي إذا ما خليتك تأكلها. البدلة ما تحلى علي إذا أنت ما لبسها. أبديك على روحي، أبديك على نفسي. إذا أنت مسخر أسهر عندك للا الكلة. تضحية لا حدود لها، من الأب ومن الأم. إحنا ما نتكلم على هذا، إحنا نتكلم من فرط الحب، من فرط التضحية. أنت قاعد تمسح شخصية ولدك، تحرم حق الطبيعي بالاختيار، تحرم حق الطبيعي أنه يغلط. شنو المشكلة الولد يغلط؟ تبول ولدك يغلط عندك ولا يغلط عند الغريب؟ مو أنت قاعد تعلمه؟ لازم يغلط، شيء طبيعي، لأن أنا قاعد أعلمه. يغلط مرة واثنين وثلاث وأنا أعلمه وأعلمه وأعلمه. ولدي ما راح يطلع من بطن أمه كامل، لابد يمر مراحل تدريب حتى يصل هالمرحلة هذه كلها، مرحلة النضوج. خله يغلط، يغلط عندي أنا عينه، ولا يغلط عند غريب. فكلمة أنا من فرط حب لي أمسح شخصيته. تذكروا يا أخواني، حياة عيالنا غير حياتنا، حياة عيالنا فيها تحديات غير حياتنا إحنا، مثل ما كانت حياتنا غير حياة أبهاتنا. وأرجع وأقول القضية مو قضية كره، قضية زيادة حنان، لدرجة أني من شد حب لهم قاعد أغطي على شخصيتهم. أنا خاف عليهم أن يتعبون، خلّه يتعب، يتعب معاي، لأن أنا قاعد أعلمه، واقف معاه، ما راح يطيح الأرض، حيطيح على صدري. أنا أبو واقف معاه، ما راح يحوش الضيم وأنا موجود. أنا الأسرة موجودة تحمل ولد، خلّه يكبر على راحته. لما ينضج يصير عظمه صلب، ذيك الساعة خلّه ينطلق، ما تخاف عليه. هذه واحدة، هذه قضية. في قضية ثانية مهمة، وهي أنا يوم كنت صغير كان عندي أغلاط، شفتها في أبوي، شفتها في عمي، في عمتي، في أهلي. أغلاط الماضي هذه كلها حاضرة قدام عيوني وأنا ربي أولادي، فما بولدي غلط مثل ما أنا غلط. فش أسوي أنا عشان ولدي لا يغلط؟ أطقه، أهاوشه، أمنعه. فاهمين السالفة صايرة؟ فأنا قاعد أخذ خبرة الماضي مالتي وأطبقها على ولدي. ولدي ما نطلع السوق، ليش؟ أخاف يدخن سجاير. ولدي ما خلي يسافر، ليش؟ أخاف يتعرف على شباب مو زينين. ولدي ما يروح النادي، ليش؟ عشان كذا وكذا وكذا. زين ولدي شو مصير ريال إذا ما احتك في العالم وعرف يتعامل مع العالم الخارجي؟ شو ولدي بصير ريال؟ البنت لا 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 ما تطلع، البنت ما وديها هني وهني. طيب البنت لا تعلمت ولا درست ولا فهمت، شلون بات تصير أم؟ شلون بات تربي أولاد إذا هي ما عندها خبرة؟ أدعو إلى المراقبة الذكية المدروسة. أنا أعلمه كيف يتصرف صح، أنا أدربه على إيديني، أخليه يعرف كيف يتحمل مسؤوليته، شلون يصير ريال مثل ما أهلنا علمونا قبل، شلون يصير ريال في كل المواقف. فأنا آخذ أخطاء الماضي وأسقطها على ولدي. بس ولدك مو أنت، كونك أنت غلط في الماضي لا يعني ولدك راح يغلط، بل بالعكس ولدك عنده الميزة أنك أنت موجود راح تعلمه. بس لا تسقط أغلاطك عليه، عطى فرصته، لأن أغلاط ولدك غير أغلاطك أنت، وخلّه يغلط ويقول لك. واحد من أهلنا في الكويت حقيقة ريال من الناس الفاضلين أمثالكم، كانوا عياله في الديوان يدخلون أرجيلة، كانوا يشون علينا الناس، أنت ريال فاضل وريال كبير، عيالك يدخلون أرجيلة عندك ما في احترام. فرد برد الرجل الحكيم قال يدخلون أرجيلة قدامي ولا يدخلونها من وراي. وكان رد الأب حكيم، عيالك كبروا ما أقدر يسيطر عليهم،
لو تركتهم راحوا حق القعدات والديوانيات اللي برا، شي ظن منكم ما يدش فيها المخدرات؟ شي ظن منكم؟ احنا ما نقول الأرجلة صح، لكن الأب وازنها صح. عيالك بروا في حد معين لسيطرتي عليهم، خلها يدخن عندي. أنا أدري أن هذا غلط، لكن هذا أهول من يدخنها برا، والله يعلم شو يصير فيه برا. أنا لا أدعو للتفسخ، لكن أدعو للحكمة. الحكمة واحد وزنها صح، وحقيقة عجبتني أنا كلمته، لأن الرجال وزنها صح. قضية ثالثة، إحنا دائما نقول لازم الولد يكون مثل أبوه. من اللي قال هالكلام؟ هذا كلام ما هو صحيح. لو كل ولد طلع مثل أبوه، مثل ما قلنا، لا يطلع المهندس ولا المحامي ولا الطبيب. بس أنا بولد يصير الزين، كلمة أنا ترجع مرة ثانية. نعم شعورك صحيح، لكن تذكر أن حياة ولدي غير حياتي. على أيام أبهاتنا الأخوان الفاضلين، إحنا نسميهم المخضرمين، اللي جمعوا طيب الماضي بخبرة الحاضر. هل كان الإنترنت موجودة؟ ما سمعوا فيها. الحين أنا مضطر أتعاون مع الإنترنت، بل مضطر أنا أعلم ولدي الإنترنت، أنا اللي أعلمه بديني. نعم رغم أن الناس كثير يخافون الإنترنت، أنا بعلمه بديني. ليش؟ عشان أعلمه صح، أعرف أدلي ولدش صح، ويبتعد عن الأماكن الخربانة، لأن حياته غير حياتي. أنا من الحين أطمن عليه، فأنا أدربه كيف يعيش حياته صح. أنا أدربه، ما أخليه يضيع تحت عيوني، فأنا أعدل عمره. يسمونها علمين، أعطيه الآليات المطلوبة. في قضية من القضايا وايد مهمة، وايد مهمة، واسمحوا لي أني أنا أتكلم عنها بصراحة، لكن أمر حقيقي. من ضمن مشاكلنا أني أنا عندي مشاكل شخصية مع زوجتي، مع نفسي، مع أخوي، مع عمي، بغض النظر. لكن وين أسقط هذه المشاكل؟ على العيال. تتذكرون اللي منكم شاف اللقاء أمس، واحدة من أخوات سألت سؤال، حقيقة كانت قضية مأساوية، وأنا حقيقة ما قدرت أرد عليه بالتلفزيون، لأن هناك خصوصية لمثل هذه الحالات. يعني ما نقدر أنك تتكلم عن أسرار الناس أمام الناس، لكن فظاعة الحالة، يعني طرح، يعني تتكلم أم أنها تطق ولدها بالخيزانة، طق طق طق، وتحرق بالنار. سلوك ترى قاسي من أم، وتتكلم ولا كأنها مسوية شيء. هذا كان كلامها أمس على الهواء يتكلم معاي. الأم هذه إنسانة مريضة، المرض اللي فيها إن فيها تراكمات من مشاكل. وين تفرق حرتها؟ بالعيال. وهذا إحنا كثير من الأحيان تكون فينا، أكون محتار من زوجتي العنسلسة في الأجداد الأهال، والعكس صحيح، الأم تكون زعلان من ريال تشتل العنسلسة في الأجداد الأهال. هذا قاعد يصير تحت حرتنا بالأهال. هل هذا صحيح؟ هل هذا أسلوب تربية أولاد؟ أنا أدري أن عندك مشاكل، أنا عاذرك، أنا ما أقول أن عندك مشاكل ولا ما عندك مشاكل، أنا أقول سويت. أنا ما أقول أنت قاسي على عيالك، أو يا إما أنت قاسي على عيالك، لا، إحنا ندركم تحبونه وتخافون عليه من الهوى الطاير. ما حد يتكلم عن حنانتكم، نتكلم ماذا فعلت، مو ما هي نيتك. هذا اللي إحنا نتكلم عنه، فن صناعة الأولاد، إن نحط دينا على الجرح، إني صاير الجرح. أذكركم على قصة من القصص صغيرة، بس أوريكم القصة فعلاً غريبة. يعني مرة واحد عندنا في الكويت يشتغل المسؤول عن مستوصف، فكان يكلمني يقول لي دكتور أنا الناس يحرجون بطلبات الأدوية، أقعد في الديوانية يعرفون أن أشتغل أمين مستوصف، كل نقول له يبي الدواء الفلاني يبي الدواء العلاني، إحنا ننحرج من الدكاترة، دكتور يكتب لي ودكتور ما يكتب لي. فطبعاً أنا سألته يعني شنو بالضبط شكوتك، فقال لي أنا عندي واحد من الربع، اسمعوا السالفة حق الأمهات ولا الشباب يعرفونها، واحد راعي بحر متزوج عنده بيته وعيال، راح البحر ليلة ونهارة بالبحر، ولده ذاك اليوم مريض، كان يقول لي يبني دواء كحة حق ولدي. هذا رفيجه، سمعتوها؟ يبني دواء كحة حق ولدي. احنا نحرج يا دكتور، يعني اذا قلت له لا رفيجي. فكان ردتي عليه قلت له صاحبك هذا عنده مشاكل ببيته. عنده مشاكل ببيته؟ ايه عنده مشاكل ببيته. شلون عنده مشاكل ببيته؟ قاعد يقول يجيب لي دواء حق ولدي، تقول لي عنده مشاكل ببيته؟ قلت لك إيه عنده مشاكل ببيته، ومشاكل عويصة بعد. قال لي إيش دراك؟ قلت له أقول لك إيش دراني. الحين لو سألتكم سؤال، الولد إذا سخن أو إذا تعب شنو التصرف الطبيعي؟ إن الأب ياخذه يودي الطبيب، صح؟ صح ولا مو صح؟ هل تصرف طبيعي الأب يروح البحر ويتصل برفيجة يجيب لي دواء حق ولدي المريض اللي في البيت؟ هل هذا سلوك طبيعي؟ طبعا هذا سلوك مو طبيعي. السؤال الثاني، الأبو ليش ليلة ونهارة في البحر؟ ليش؟ ما عنده بيت؟ ما عنده أولاد؟ ما عنده أسرة يهتم فيهم؟ هذا الريال لو كان مرتاح في البيت ما ترك البيت وقعد البحر. هذا الريال عنده مشاكل مع زوجته في البيت، ومشاكل عويصة.
فلما قلت له هالكلام صاحبه لو هذا الأمين مصوصف لأول مرة يفتح عيونه ويطالع المشكلة صح، لأول مرة يفهم صاحبه صح. أنا سمعت وفهمت، هذا سمع وما فهم. هذه الآلية إني أسمع وأفهم هي اللي أنا قاعد أقول لكم إياها، اللي حنتكلم عنها بعد شوية، شو نتعامل مع أولادنا. هذه قصة حقيقية عشان أوريكم أن الأمر أكثر بكثير من قضية شكوى وعناد أولاد، لازم نفهمهم من داخل. انزل كلمة أعيد وأكرها عليكم مرة ثانية، يا أخواني يا أخواتي، عيالكم يغلطون قدامنا ولا يغلطون من ورانا، إحنا أهلهم، إحنا سترهم وغطاهم. يغلط عندي ما يخالف، أنا علمه، لكن لو غلط من وراي الدنيا ما راح ترحمه. إذا أنا أبوه ما رحمته، إذا أنا أمه ما رحمته، من اللي بيرحمه؟ هذه كلمة صحيحة، خليه غلط قدامي، شنو المشكلة إن الولد يكذب؟ كذب، تعال علمك الصح. قال كلمة غلط، تعال علمك شلون تقول صح. ما صلى، تعال يا ولدي علمك شلون تصلي. سهى، نسى، ما يخالف. أنا لا أقول إن نأيدي على الغلط، لكن لا تخرعونه، لا تخلونه يخاف يقول لكم الصج. يعني أحد المشاكل الحقيقة اللي أنا حدثت على أمهات شوية الحين، لما الولد إذا ياكم وما حل الواجب، زين تعال حمودي حليت الواجب؟ إيه حليت الواجب. صج؟ إيه صج حليت الواجب. حمودي شوف حبيبي، قول الصج، أنت حليت الواجب ولا ما حليت الواجب؟ ما راح أسوي لك شيء. أقول له ما صراحة نسيت ما حليت الواجب. زين الحد الحين تمام، حل الأم شو تسوي؟ لما كذب الولد ما سوينا له شيء، لما قال الصج تعتقدين يا يمه الولد بعدها حيقول لك الصج؟ عاقبناه على الصدق، ما عاقبناه على الكذب. احنا ايش ربنا ولدنا عليه؟ كذب ما عاقبك، قول الصج اطقك. هذا اللي صاير هني. اذا انا نافقتك وجاملتك خوش ولد، انا احب تحبني، لكن لو قلت لك الصج وبينت لك عيبك تكرهني. سبحان الله، اللي يضرك تحبه واللي ينصحك ما تحبه. هذا احنا قاعد نسويها مع عيالنا باشكال مختلفه. ان صدق لسعناه، وان كذب ما سوينا له شيء. بس انا ابي اقول الصدق، انا معاك يا يمه تبيني اقول الصدق، لكن حقيقه الامر انت عاقبتي على الصدق وعلمتيه مبدا غلط. اذا صدقت طقيتك. عندي واحد من الشباب عجبني تصرف ماله، كانوا مسافرين مع عيالهم، كانوا اخوان كلهم مسافرين مع بعض، فكانوا عيال العم طالعين بتاكسي، كانوا رايحين مصر، فالولد صغار يعني سن المراهقة، فواقف الولد بروح عند سواق التاكسي، سواق التاكسي صار يسوي شوية طويل، تهاوش مع الولد. الولد شلون تعامل أنا ريال؟ كان يتهاوش معه، يا أهل صغير تهاوش معه. فعيال عمه لما سمعوا ولد عمهم يتهاوش مع سواق التاكسي كانوا يطبون معه. زين؟ هذا الموقف صار هالشكل، راحوا حق العم وعياله وعيال اخوانه كلهم جايين قاعدين معهم. شوف الأب الحكيم ايش قال؟ قعدهم قدامهم. فهم شنو السالفة أول شيء؟ ليش تهاوش مع سواق التاكسي؟ ما عنفهم، سألهم، قال كيت وكيت 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 السالفة، وبعدين كذا كذا السالفة، تهاوش معاه، قال لي كلمة، قلت له كلمة، بعدين عيال عمي طبوا وياي، هذاك طقاني، فطبوا وياي، عيال عمي ما يدافعون عني، فقال كلمة، قال لي يا ولدي غلط إنك أنت تطب ريال كبير، حتى لو غلط عليك، هذا ريال كبير، هذه أنا ما سامحك عليها، لأنك غلط على ريال كبير، حتى لو غلط عليك، أنت متربي ما تسوي هالشكل. لكن لأن عيال عمك ساعدوك راح أسامحكم. فبين له الغلط، ليش هو غلط وليش تستاهل العقاب عليه، في الوقت نفسه شجع السلوك الصحيح، لأن عيال عمكم كلكم وقفتوا مع ولد عمكم وساعدتوه، ما خليته بروحه، أنا راح أسامحكم. فالآن لا زفاهم كسر شخصيتهم، وفي الوقت نفسه ما نسى الإيجابية اللي سووها، كان متوازن. الولد حيتعلم مرة ثانية ما يغلط على الريال كبير. في المقابل لو اخوي ولا ولد عمي ولا ولد خالي وبروحه ما خلي افزع له. هذه فزعه الرجوله اللي نسميها الشهامه والنجده، من صفات الرجال. واضحين شلون يصير الصناعه عشان تصير؟ انزين خلونا ندش تطبيقات عمليه. انا قاعد اشخص المشكله افردها لكم، لان اذا فهمناها حتلقون الكلام بعد اقول لكم يا منطقي 1 2 3 4. نبتديها واحده بواحده، شلون نقدر نربي اولادنا؟ نعرفنا المشكله شلون صايره، في احنا عقليتنا فيها شغلات، في شويه خلل، لما نفهم احنا فهمناها الحين، ندش واحده بواحده. واحد، الولد يدش يشتكي حق ابوه، يبا ابي كذا وكذا وكذا وكذا، هاي باش تبي كذا وكذا وكذا، ان شاء الله يبا اسمعني، اسمعك ان شاء الله، قاعد اقرا الجريده، يقول اسمعك يبا، قول لي قاعد اسمعك، نا 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 نا. ان شاء الله ولدي، الو ان شاء الله، الولد حاكين وانا حتى بالتليفون ولا اقرا جريده ولا طالع التلفزيون، صح؟ ما هذا احنا نسويها في بيوتنا،
أولاد ولا بنات؟ الأم شغلة بالمطبخ، يما بحلاوة إن شاء الله ودي، بس أنا خلص الجدر هذا أعطيك إياه، يما بحلاوة أعطيني حلاوة. ما ردت على الأم، أمي كاش تفيني ما ترد علي، لا ما عندي أحد، أنا زعلان أنا. وبتدي الولد يدش بهالانفعالية مالته. الولد إيش يبي؟ يبي أبو يسمعه، بس الأبو يقول أنا سمعته، أنت ما سمعته، شكلك سمعته، شكلك من برا، بس أنا مشغول، أنا أدريك مشغول، بس الولد ما يفهم هذا الأمر. مو تبي تبون عيالك يصيرون زينين؟ مو هذه الطريقة الصحيحة. الأم أنا مشغولة على الجدر، يحترق الجدر على النار، يحترق أبو الجدر على النار، ولا يضيع ولدي الغداء بدال ألف غداء ويضيع ولدي. في أولويات. إنزين شنو الحل؟ أمر بسيط للغاية. إذا كلمني ولدي وقف كل شيء عندك، سكر التلفزيون، سكر السماعة، ولف الويدك ولدك كل جسمك له، عينك بعينه، جسمي يلتفت على ولدي هالشكل، وقعد أطالعه وأسوي حركات إن أنا قاعد أسمعك، ها يا يبا شو اللي تبي يا حبيبي، كذا وكذا وكذا وكذا. الحركة هذه إني أنا أسمعك، إني أنا ألتفت لك، هذه وايد مهمة. هذه حركة بسيطة وايد مهمة. تخيلوا وأنتوا تكلموني وأنا داير كرسي معطيكم معطيني ظهركم، تسألوني أسئلة وأنا جاوبكم وأنا قاعد مرة الستارة، أنا سامعكم، هل تتوقعون التصرف صحيح؟ ما حد فيكم يرضى فيها. نفس الطريقة لما توخر وجهك عن الولد، خل وجهك وبيها سهلة. نزل ثانية الحين، الولد يدش لكم مثلا يلعب مثلا على سبيل الأمهات، ليش تكون منها وايد الأمهات، يدش الحمام البانيو يترسى ماي، تلقونه قاعد برا يطفش بالماي هالشكل، طفف في الماي، يدش الولد أنت مخدي، ترسنا حماي خرقتنا، أنت ما تفهم، أنت غبي. فالأم تتهم الولد على طول لأن ترس البانيو ماي والماي شغال، صح؟ غالبية الأمهات يسوون الحركة هذه. طيب شو نقول حق الولد؟ أقول له يا ولدي شوف يبا، أوصف له المشكلة يسمونها، حبيبي إذا أنت ترس الماي راح يغرق البانيو وبعدين راح ينزل تحت ويغرق الدنيا، فأنا قاعد أصف له المشكلة مو أتهمة. مرة ثانية، أنا قاعد أصف المشكلة، الماي إذا انترس بالبانيو حينزل الأرض، والنزل الأرض غرق الدنيا ووسخ المكان. فالولد فهم المشكلة، الآن مستعد إنه يصلحها لأني أنا قاعد أصف المشكلة له مو أتهمه، لأنك لو اتهمتني الحركة الطبيعية هي الحركة هذه أسويها، أني قاعد أدافع عن نفسي. طيب الولد ما يفهم؟ لا يما الولد ما يفهم، ليش؟ لأنه صغير، لأنه ما عنده خبرتك. لكن أنا لو كلمته لغته ووصفت المشكلة ووصفت له شو اللي المفروض إنه يسويه، لو حبيبي لو استمر الماي حيغرق الأرض، خذ بالك يا ولدي سكر الماي، خلاص انتهت المشكلة. مثلا دش الولد على سبيل المثال شارب قلاص عصير أو قلاص لبن أو قلاص حليب وخلى على الطاولة برا، خلى برا بالأرض، أقول له أنت مخدي، أنت ما تفهم أنت، وإحنا هذه سالفتنا وياكم، ما مهنت إلا نشتري عصير تشرب نصه وبعدين قطة، شنو هذا؟ أنت مهمل أنت، أنت ما تفهم. هذه غالبية الأمهات يقولون هالكلام، لأنه شرب نص العصير وقطه بالشارع، قطه بالأرض. ممكن الأولاد يسوون كذي؟ مو هذا الصحيح، أنت قاعد تتهمه وتحقره. قل له يا ولدي الحليب إذا ظل برا يخرب، الحليب إذا ظل برا يخرب، وإذا شربته مرة ثانية أنت راح تتعب لأنه خربان. الحليب وين نحط يا يبا؟ بالثلاجة. خلاص حتلقى الولد فهم، حيوديه للثلاجة، لأني أنا قاعد أصف له المشكلة وأقول له ليش هي مشكلة بلغته، ويفهم شو المفروض إنه يسوي، لأن الحليب ينحط بالثلاجة، يعني روح حطه بالثلاجة. مو أتهمك، مو أحقرك، بل أدليك، أنا أرسم لك ماذا يجب عليك أن تفعل، ما هي المشكلة، لماذا هي مشكلة، وماذا يجب عليك أن تفعل. دائما أكرر حق الولد، مثلا الولد يدش مشكلة الأمهات، على فكرة العيال تكون الأقلام يشخبطون على الطوف، مو صح؟ كلنا كذي يا يمه، شو انت مخدي وانا ما وراي سالفه الا امسح وراك وانظف وراك، الخدامه ظهرها انكسر وانا ظهري انكسر، متوني منظفته بالماي والصابون الطوفه، بس هاي شغلتي وراك، بس انظف وراك. هذه الامهات دائما يقولون هالكلمه، لا مو كذي نقول للولد، اقول له يا ولدي الطوفه مو للكتابه، الدفتر للكتابه، الورق للكتابه، هاك يا ولدي الدفتر اكتب عليه. الان ايش قاعد اقول له؟ قاعد اعطيه معلومه مفيده، إن الطوفة مو للكتابة، إذن وين يكتب؟ على الورقة، وهاك ولد ورقة قد أكتب عليها. هذا أسلوب بسيط لكن الولد حيفهم. طيب لو عاند الولد
أنا أدري كلمة قلب الأمهات، لو عاند أسأله ليش عاند؟ ليش يا ولدي كتبت على الطوفة؟ أنا ما أعطيتك الدفتر تكتب عليها. حتكتشفين إن في أسباب أخرى إحنا ما عرفناها. لما أعطيه فرصة إنه يتكلم وأفهم أسبابه راح أحسن التعامل معه. هذا اللي إحنا نقولها، إني أنا أعطيه معلومة، أصف له المشكلة، أصف له ماذا يجب عليه أن يفعل، وبعدين أساعده على اتخاذ القرار الصحيح، مو أعاقبه، مو أحقره، مو أكسر رأسه. إذا استمر في نفس السلوك السلبي مرة ثانية، إذن هناك مشكلة أنا ما انتبهت لها، فأوقف. يا ولدي أنا قلت لك إن الطوفة مو للكتابة، ليش أنت قاعد تكتب عليها؟ وأخليه يقول لي وأسمع أسبابه، بعدها حفهم ليش استمر الولد على الكتابة. قد يكون في أسباب أنا ما انتبهت لها، قد يكون في باله شيء أنا ما انتبهت له، إحنا ما ندري، لكن لما أسمح لأنه يعبر عن نفسه راح أفهم اللي داخله. قضية في غاية الأهمية يسمونها الاستماع الناجح، اسمعوها عدل هذه. الاستماع الناجح هو عبارة عن سماع وفهم، بس أسمع وأفهم. هذه نبيها مع أولادنا. إذا ولدي قال لي شكوى، قال لي مشكلة، أول شيء لازم أسمعه. علشان أسمع لكم لازم أكون موجود حاضر بجسمي وبتركيزي وبعيوني. ما أقدر أسمع ولدي مسوي كذي، لا، لازم أقعد قدامي عين بعينه وأنا وضع الاستماع هالشكل، أنا قاعد أسمعك، هذا أول شيء. وأكون محضر ذهني للاستماع ومحضر جسمي للاستماع. ما أقدر أطالع البيت وأمسك التليفون أتحرك الحركة هذا وقاعد أسمع، أنت ما قاعد تسمع، لازم تكون قاعد ساكت. ما عندي في الدين إلا ولدي أسمعه، هذا واحد. اثنين، ولدي لما يقول لي المشكلة، شنو هي المشكلة يقول لي إياها؟ ليش هي مشكلة بالنسبة له؟ اللي إحنا نتحكى فيها، أبي أفهم الدنيا من عيونه هو، مو من عيوني أنا. أبي أفهم الدنيا من عيونه هو، أبي أتحكى، أبي أدش داخل مخه، أبي أفهم شنو المشكلة بالنسبة له. قد تكون مشكلة تافهة بالنسبة لك، بالنسبة لي، مو بالنسبة للولد. يعني القلم مال الولد، القلم هذا انكسر، الرأس ماله انكسر رأس ماله، هذا مشكلة بسيطة برينا. لكن الولد قد يكون ما عنده براية أو ضيع البراية مالته، وما له خلق يقول لك مرة ثانية إن ذيك المرة طلب منك محاية وهاوشته وخاف تتهمه أنك أنت مهم الوايد. فكسرة القلم هي شغلة تافهة، لكن وراها شغلات كثيرة، هذا اللي خلي الولد يكش. فهمتوني بارك الله فيكم؟ ما عنده براية لأنها ضايعة، وخاف يقول لك يبني براية تهاوشه لأنك ذيك المرة طلب ضايع محايته وانت هاوشته، فالشغلة يرت شغلة. فعشان كذي لما أنا أسمع وأفهم الدنيا من عيون ولدي راح أقدر أني أتعامل معاه، راح أقدر أني أنا أخذ وأعطي معاه. لكن غالبية الأمر عيالنا ما يفهمون، عيالنا عاندون، عيالنا ما يسمعون، هذا متهام، هذا تشخيص المشكلة. هذا الاستماع الناجح، السماع ثم الفهم بعيون صاحبي مو بعيوني أنا. هذه وايد مهمة، وايد يريحكم في الشغل. نعطي شغلة ثانية. يجي الولد مثلا على سبيل المثال، مثلا أحد المشاكل كانوا يواجهونها العيال، مثلا أبي شغلة مهي موجودة، أبي سيارة 10 قدم، أبي سيارة كذا وكذا وكذا. ليش؟ لأن رفيجة قال له عنها، وإذا ما قلت لي إياها راح أصيح وراح أزعل. هذه مشكلة، مشكلة أساسية. أحيانا يطلب أولاد من شغلات ما توفر عندنا أو ما نقدر نجيبها. الولد شو يسوي؟ يحن، والأبو اسكت اسكت أنا فاضي لك، أنا ما عندي فلوس بس، وطلبات وطلبات وطلبات. أو الأم ايش فيك أنت؟ ما عندك ألعاب وايدة؟ ايش معنى هذا اللي تبي اللعبة هذه؟ احنا ما قصرنا عليك بالألعاب. وكأن القضية أني أنا مقصر قدام ولدي. حقيقة الأمر ما هذه الطريقة الصحيحة. شنو الطريقة الصحيحة؟ لما الولد يشتكي، انا على فكره الولد، الولد ولا البنت، انا اقصد على الاثنين. لما الولد يشتكي اسمعوا له، اسمع شكوته، واحد، افهم شكوته، اثنين افهمها ليش هي مشكله بالنسبه له. بعدها ناقش على مشاكله او مشاعر، اسف، احاسيسه، ليش هاللعبه مهمه بالنسبه له. شارك احاسيسه، نعم تكون عندك اللعبة وتطلع فيها، نعم وناسة، نعم أنا معاك يا ولدي، وايد راح تستانس، أنا معاك، حتى أنا راح استانس وعندي مثل اللعبة هذه، أشاركك مشاعرك، أنا ما قلت لك بجيب لك إياها، بس أنا أشاركك، بمعنى اللي ضيق خلقك يضيق خلقي يا يبا، واللي مزعلك مزعلني أنا، هاي يسمونها المشاركة. بعدين قول له مشاعرك أنت يا الأبو، يعني أنا يا ولدي ودي أجيب لك إياها، صدق يا ولدي لو عندي فلوس جبت لك إياها. اللي يونسك يا ولدي يونسني، اللي يسعدك يا ولدي يسعدني،
الحين أنا قلت لك سمعت مشاعرك وخليتك تعبر عنها، الحين أنت اسمع مشاعري أنا يا الأبو. فالحين شو اللي صار؟ استماع، تقبل مشاعر الابن، الولد فهم مشاعر أبوه. بعدين إيش رأيك يا ولدي؟ شلون نقدر نحل هالمشكلة؟ شلون نقدر نحل هالمشكلة؟ يسمونها احترام عقلية الولد. خلي يفكر معي، ليش أنا ألغي تفكيره؟ إيش رأيك يا ولدي؟ أنا باللعبة زين، وإذا ما قدرنا اللي باللعبة ودي شو نسوي؟ ها؟ أروح المحل أشوف لعبة ثانية. إنزين في بالك لعبة معينة مثل كذا وكذا وكذا، يعني راح تستانس لما نجيب لك إياها؟ إي نعم. إنزين إيش رأيك يا ولدي نخليها لك مكافأة؟ مثل شنو؟ إذا حليت الامتحان هذا وطلعت فيه مثل الأول وجبت درجة زينة نجيب لك إياها هدية. إيش رأيك؟ إي والله خلاص موافقين. فالآن تكلمنا عن مشاعره، تقبلنا مشاعر الولد، خلينا يعبر عن نفسه بمنتهى الحرية. في المقابل الأبو قال للي بخاطره، قال لك مشاعره. بعدين قعدنا نناقش شلون ممكن نحل المشكلة. أنا مع ولدي نقاش على مستوى واحد، أحترم عقليته حتى لو كان قلاوة. إذا كان قال لي أفكار ما أقدر أسويها أناقش فيها، أقول له ليش ما نقدر نسويها. واحدة بوحدة تلقون الولد بدأ يمشي إلى أن نتفق على حل مرضي للطرفين. وعلشان يكون الحل هذا مرضي للطرفين أنا أربط لك مكافأة عشان أشجع على الدراسة عشان الأمهات ترتاحون. أنا أجيب لك الهدية، بس إيش رأيك يا ولدي تكون الهدية طعمها حلو إذا خليناها مع نجاحك، أو إذا حفظت الآية القرآنية هذه، أو إذا المدرس عطاك امتياز تكون هديتك حلوة. إيش رأيك؟ ها؟ إي والله خوش فكرة. خلاص الحين أنا عمل حساب يا ولدي إن الهدية أجيب لك إياها أحجزها لك، بس المدرس يقول لك امتياز أبشر فيها بالخير، على طول روح أجيب لك إياها. اتفقنا على الخطة واتفقنا على الحل، على طول تنفذ. راح تكتشفون ولدكم ما في عناد. هل هذا كلام صحيح؟ نعم، أنا سويته أنا مع عيالي. كنت أشتكي مشكلة العناد مع عيالي، يعاندون، فكنت أتفق معاه. خلاص إذا المدرس عطاكم امتياز إيش رأيكم يبلكم الهدية؟ قالوا إن شاء الله. خلاص فأصبح كل ما يتعبون في الدراسة الهدية تنطلكم. حط ببالك مو ماني يبلك الهدية حامض على بوزك الهدية لو تموت ما يبلك إياها، لا ما أقرأ كذي. أقول يا ولدي الهدية تنطرك، ترى الهدية بالمحل، أنا بروح أجيبها على اتفاقنا. فالولد قاعد أوجد له حافز إنه يشد حيله، لكن الولد ما شد حيله شو تسوي الأم؟ أنت حمار، أنت ما تفهم، أنت وين هدية، أنت وين كذا، أنا بلعن هالشكل. هذا الكلام الإحباط نسوي حق لعيالنا. أقول يا ولدي الهدية تنطرك، الهدية تنطرك، أذكره فيها أذكره فيها، تلقى الولد يتشجع إنه يشد حيله. آخر كلمة حنوقف عندها، شنو السبب المهم جدا ان نربي اولادنا؟ هالحكي هذا حق الابو والام، بس كلام الاساسي حق الابو، لكن الام ايضا لا دخل بالموضوع. السر الخطير اللي حقول لكم اياه، الخطير جدا اللي حقول لكم اياه، انا تعلمته من شايب عندنا في الشاميه اللي فيه طيبه اهل قبل، عادي جدا وبسيط جدا ومن اهل الله، قال ايش رايح المسجد، رايح حمام المسجد، رايح وراد عياله، ما شاء الله كلهم من الشباب الطيبين الدعاة، يعني شباب وبناته ما شاء الله، عيال لا الشباب ولا البنات كلهم زينين. فقعدت أسأله قلت له عمي شلون سويتها؟ شلون قدرت تخلي عيالك كلهم كذي؟ تدرون ايش قال لي؟ قال لي يا ولدي انا ما ربيتهم الا من حلال، انا ما وكلت عيال لقمة حرام، كل رزق عيالك كان رزق حلال. وهذا السر الخطير اللي اتركه معاكم كلكم، الآباء لأنهم مطلوب منهم الرزق، والأمهات لأنهم يشاركون بالرزق، الرزق الحلال. واللي مو مصدقني يشوف نفسه، لا تشوفني أنا شوف نفسك، تلقى أبوك لو ما أعطاك رزق حلال وصلت هالمواصيل المرتفعة، ها؟ أباهاتنا كانوا يبقون؟ كانوا ينهبون؟ ما كان سمعتهم مثل الذهب للحين نذكرهم بالسمعة الطيبة؟ هذا رزق الحلال. وشون النتيجة؟ أنتوا الدليل، هذا رزق الحلال. تبون تربون عيالكم صح؟ احرصوا على رزق الحلال.